نسجل نسجل طيب يلا شباب جاهزين؟ نبدا بسم الله. اللي احنا ناخده النهارده او اللي احنا هنبدا فيه النهارده هيغير حاجات كتير قوي عن الديزاين. احنا خدنا جزئيه كبيره تمكننا ان احنا نعمل حاجات كويسه جدا، خدنا تاسك بسيط والدنيا مشيت معانا كويسه وبسيطه وسهله، تمام. بس اللي هناخده النهارده هو سهل وكل حاجه، بس هيغير مفهوم الديزاين والالوان وهيغير حاجات كتير قوي عندك، ولازم كويس يعني مش هقول لك تحفظه، لا تفهمه عشان تفهم انت هتعمل بيه ايه او محتاجه في ايه، تمام. طيب اللي هنبدا بيه النهارده باذن الله هنبدا نعمل فولدر لينا عادي، هنيجي كده لو جينا هنا النهارده وينزداي اللي هو الاربع، فهنعمل فولدر مثلا نسميه دبليو اي دي اللي هو وينزداي كده. طيب مش هنعمل فيه اي حاجه نهائي، هنيجي هنا وهقول فايل اوبن فولدر، انا عايز اعمل اللي هو ايه الوين يعني الفولدر بتاعي اللي هو وينزداي ده، فما فيهوش حاجه، هعمل بس ملف html واسميه index.html، تمام تمام يا زياد. طيب هعمل ملف تاني اسميه ستايل او اسميه مين، اسميه اي اسم دوت سي اس اس، فاقول له ايه ستايل دوت سي اس اس. لحد هنا تمام. طيب هوريكم بس مرجع كده جميل قوي للسي اس اس 3 قبل ما نبدا. طيب يا شباب هنيجي بس عايز اوريكم الصوره دي، لو جينا وريتكم الصوره دي بلاش ده عشان انتوا بتحبوهاش، راحت فين راحت فين، هنا بس نشغل السيرفر بتاعنا ونيجي بقى هنا في ملف ال HTML بتاعي. انا هعمل HTML 5 وعايز اعمل لينك و CSS. طيب ال HREF خد بالك لتتلخبط بين ال E وال R، style dot CSS style sheet. طيب هاجي في البادي بتاعي وهقول له هيدر، الهيدر ده هيكون جواه ناف، الناف دي جواها يو ال، ال يو ال دي جواها ال اي، ال ال اي دي جواها اي، ما فيهاش حاجه جواها هوم، تمام لحد هنا. ال ال اي دي فيها هوم واباوت وايه كونتاكت اس على سبيل المثال يعني، خلاص تمام لحد هنا. تمام طيب اجي بعد الناف هعمل سيكشن، السيكشن ده هسميه كلاس فازر او اي حاجه او بيرنت مفيش مشكله، واقول له ايمج اس اور سي HTTPS وليكن مثلا dummy image.com slash 220 في 220 مثلا، بس كده. طيب احنا ايه اللي احنا عملناه ده وايه اللي احنا شغالين فيه؟ اوريكم حاجة بس بسيطة
هاجي هنا هعمل لكم ديف واسميه مثلا ماي بار وهكتب له ريم ابصم عادي فيو توجل وورد درايف عشان تنزل تحت بعض والايمج دي احطها في ديف كلاس ماي ايمج هاجي كده هاجي كده ودوت مش محطوط في باراجراف عامل باراجراف بس كده واجي هنا دي ماي ايمج هنا مفيش حاجة صعبة في الكود ده خالص هاجي افتح بقى الكود بتاعي وينز مثلا ما تشاف كده كويس طيب ايه اللي انت عايز توصل له بقى لو انا جيت قلت له في الستايل اديتور قال لي this page has no style sheet طيب ليه الكلام ده عشان هو مش هيقرا الستايل بتاعي غير ما اخش اكتب فيه كومنت جوه فهعمل اي حاجه هكتب كومنت مثلا فقرا الستايل شيت بتاعي هقول له كالعاده قول بوكس سايزنج من اول الايه البوردر بوكس مارجن 0 وبادنج زيرو تمام طيب نيجي بقى ايه نشتغل طب ايه اللي انا عايز اعمله النهارده او ايه اللي انا عايز بقى اشوفه انا لو جيت كده قلت له الناف بتاعي اديله مارجن داش ليفت 20 بكسل 50 بكسل كويس عشان يبان طيب هقول له الناف اللي جواه يو ال اللي جواه ال اي عايزها ليست ستايل نون واحد يقول لي طب انت ليه ما اشتغلتش على الايه الاول او اللينك الاول هو انا مش باخدها بالتتابع لو عايز اقصر على الهيدر بعد كده عايز اقصر على الناف بور بعد كده يو ال بعد كده ال اي بعد كده الايه بعد كده التكست جوه الايه بمشي بالتتابع ما اقصرش على الايه بعد كده اليو ال وافضل ايه مش عارف انا فين منين لا امشي بالتتابع مع العناصر طيب عايز اضيف حاجه على الهيدر وانا خلاص فوتت كده ما انا ممكن اطلع اكتبها هنا يعني مش هيقول لي انت رجعت ليه اللي رجعك اطلع بره ورك نسجل بس الملف السي اس اس بتاعنا سيف طيب قلت له ناف يو ال ال اي اي تكست ديكوريشن نون طيب الليست نفسها اقول لها ديسبلاي ان لاين داش بلوك ليه داش بلوك عشان تاخد ويتس وايه وهايت طيب بقيت فوق اهي هروح بقى لو انا اديت باك جراوند هنا انا اديت الباك جراوند فين في ال اي وقلت له كلر سنو مش هيبقى مناسب ليه مش هيبقى مناسب بص كده لما الماوس بيجي على الباك جراوند بيجي اه علامه الايد دي يعني ايه بتيجي علامه الايد يعني ده قابل ان انا ادوس عليه فيوديني اللينك تاني طيب هتقول لي ايه المشكله انا اقول لك بص ال اي لو كبرت الويتس خليته 150 بكسل والهايت خليته 200 بكسل هل نفس الحوار ده يفضل شغال بص 5 بكسل 4 بكسل خليها 40 بكسل عشان تتشاف بص كده لو جيت حطيت الماوس على الباك جراوند لازم يجي على الايه على الكلمه على اللي هي الايه اه بالظبط فانا الانسب ليا او الاحسن ان انا ادي الباك جراوند والويتس واللايت والكلام ده اتعامل مع الايه بقى طالما هو مش هيوديني اللينك غير ما ادوس على الايه يبقى انا اتعامل مع الايه فقول له لا ده الكالر سنو باك جراوند هنا واحد يقول لي طب وريني كده هقول لك انا ممكن اديها ديسبلاي بلوك واديها ويتس وهايت وهتشتغل معايا وممكن اوفر على نفسي واقول من كل الاتجاهات بادنج 15 ايه بيكسل بس 15 كبيره شويه بالنسبه للايه
للي احنا عاملينه فنخليها مثلا خمسة. هتظهر علامه الايد في الفراغات دي برضو؟ علامه الايد في الفراغات لا وده مش صح، لكن في الفراغات دي اه هتظهر. هتقول طب هي مش ظاهره ليه؟ اقول لك مين اللي بيغطى عليها؟ الباراجراف. فاقول له الناف مارجن بوتوم زق اللي تحتك بنسبه كام؟ 50 بكسل. بص كده. طيب مارجن توب 15 بكسل. شغاله معايا كل الفراغات ولا لا؟ جميل اهي. عايز يقول طب ايه الجديد بقى؟ يعني انت ايه ايه اللي هنا؟ هقول لك انا ممكن ساعات اخلي كلمه ابوسوم دي زرار اديها بادنج ومش عارف ايه وكده، وبالجافا سكريبت اخلي يدوس عليها كليك توديه حته تاني. بس بص لما بحط الكلمه عليها، شايف شكل الكارسر او شكل الماوس؟ علامه الاي دي هنا، علامه الاي اي دي. افرض الصوره دي انا عايز عليها علامه عدسه يا عم، عايز اغير شكل الماوس اعمل ايه؟ قال لك عندي بروبرتي بروح للعنصر اللي انا عايز اغير علامه الماوس عليه وليكن مثلا الاي، فاقول له ناف يو ال 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 اي الاي. لما اجي اعمل لها ايه؟ هوفر، غير لي الكارسر بتاعها الماوس لايه بقى؟ تعال نشوف الصوره اللي احنا قلنا هنشوفها دي كده ونبص هنا. قال لك ده الديفولت بتاعي واللي تحتيه بوينتر. ثانيه مش كبيره قوي دي. اه تعالى كده. قال لك كده ده الديفولت وده البوينتر، ده التكست، ده الويت، ده الهلب، وده البروجرس. حاولوا تعدلوا البروجيكتور بالراحه من الكلمه. ايه بص يا جدعان، اهم حاجه اهم حاجه البروجيكتور المشترك. تمام قرب بقى قرب، لسه ما شرحناش حاجه. تمام احنا بنتكلم في انواع الكارسر او الماوس بس. فقال لك الماوس الاولاني ده الديفولت اللي بيبقى معاك على الشاشه، الماوس الثاني ده لما بيكون فيه زرار، لما بيكون فيه حاجه فبيظهر علامه الايد، التكست ده لما بيكون فيه تكست زي الباراجراف، الويت ده لما بيكون مثلا حاجه بتحمل ده اسمه هيلب، لما تعوز مثلا ايه زرار هيعرفك على حاجه فبيظهر ماوس جنبي ايه. وقال لك كل واحد من دول ليهم العلامه بتاعته واسمهم مكتوب في الخانه دي. قال لك الفاليوز بتاعته ايه؟ قال لي الديفولت والبوينتر والتكست والويت والهيلب والكلام ده، والخاصيه بتاعتي اللي انا غير بيها الماوس لازم اديها ايه؟ لو انا غيرها على الايه، على العنصر الايه اللينك ده، فاقول له الايه كولوم اللي هي النقطتين في بعض هوفر. الهوفر بتاعي ايه بقى؟ هقول له الكارسر لما اجي اعمل هوفر غير لي الكارسر بتاعي لايه بقى؟ هعمل سبيس هنا وهو هيقول لي اختار، فاقول له بوينتر، فقال لي اه علامه ايد اهو. طب ما هو اصلا بوينتر. طيب خليه لي ديفولت العادي، بص علامه الايد اتغيرت بقت ايه؟ عاديه اهي. خليها طيب عشان لون يبقى واضح شويه، عشان لون الماوس اصلا ايه؟ اسود. بص كده بدل علامه الايد. طيب خليه لي بدل ديفولت تكست. بصوا طيب خلوا لي بوينتر، رجعوا لي بوينتر تاني. اروح للايه بقى؟ بس ده ما بيغليش وظيفته. لا ما بيغليش وظيفته. هروح للبيرنت هقول له دوت ماي بار اللي هو باراجراف. يعني الباراجراف بص الباراجراف علامته ايه؟ تكست اهي. هقول له لما اجي اعمل هوفر خلي لي الكارسر بتاعي بوينتر. بصوا بدل علامه تكست هتتغير لايه؟ لايد. شايفين؟ عرفت ازاي اغير الكارسر بتاع الماوس؟ تمام. بصوا على الكود ده كده دقيقه والثانيه وجايه لكم. Yeah.
طيب ايه مبسوط لا لا هاي تمام. حد عنده اي مشكله في الكود ده؟ يلا شباب نكمل. يلا طيب انا عرفت ازاي غير الماوس. هب بقى اللي بعده. ايه اللي بعده؟ فاكرين خصائص الباك جراوند؟ ايه الباك جراوند سايز والريجن والكليب والاتاتشمنت؟ طيب قال لك احنا نتعامل هنا بقى بمبدا جديد شويه. يعني ايه مبدا جديد شويه؟ يعني انا لو جيت قلت له هنا بادي، البادي اللي هو البادي بتاعي كبير خالص ده، انا عايز ادي له باك جراوند داش ايمج. طبعا واحد دلوقتي هيستنى مني اكتب يو ار ال. طب ايه رايك لو انا جيت قلت له انا عايزك تعمل لي تداخل بين لونين او ثلاثه بشكل خطي. يعني ايه بشكل خطي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا على سبيل المثال قلت له الاحمر والاخضر اعمل لي بينهم تداخل، فجاب لي هنا الاحمر بشكل خطي كده، عمل لي عمود كده بنص الصفحه، والاخضر جابوا لي عمود بنص الصفحه بس بحبك كده ايه بلور في النص، او دخلهم في بعض، دمجهم في بعض، فبقت بشكل ايه خطي. طيب وكمان ممكن بنفس الشكل الخطي بس بطريقه ايه تانيه. يعني ايه بطريقه تانيه؟ يعني كده. مش ده خطي برضو؟ على حسب ايه؟ ايه؟ لا مش هنعملها بالديف، بس حسب انت عايزها ايه، من توب لتحت ولا من ليفت الرايت، ولا يعني حسب الاتجاه اللي انت عايزه. ركز. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت هنا، هو انت مش قلت لي ان الباك جراوند ايمج بتاخد يو ار ال؟ انا ممكن اكتب باك جراوند بس واكتب فيها اي خاصيه انا عايزها للباك جراوند كاختصار كده، بس الباك جراوند ايمج بتاخد برضو لينر جريدينت. يعني ايه لينر جريدينت؟ تمام، يعني اقول لك تداخل الالوان الخطي، فاهم؟ بلاش ترجمه الحاجات دي بالعربي. لينر جريدينت بتاخد ايه؟ دي بتاخد قوس، وبتاخد في البدايه بتاخد اول خاصيه بتاخدها الدايركشن، يعني اتجاه اللون. تاني حاجه بتاخد الكالر ستوب 1. يعني ايه؟ يعني الكالر اللي هت ايه اللي هتقف عنده الاولاني. يعني مثلا الاحمر هتيجي تدرج الاحمر وتقف. طيب طبيعي اذا ما بتاخد كالر ستوب 1 في ايه؟ كالر ستوب 2، يعني تاخد لونين. وممكن بقى ايه تعمل كومه وتكتب اكتر من لونين ثلاثه. قال لك بس الدايركشن ده مش مهم، عادي ممكن تكتب اتنين كالر وبس او ثلاثه كالر وبس. الدايركشن دي في حاله ان انت عايز تغير الاتجاه ايه بتاع الالوان. فلو جيت قلت له لينر جريدينت كوس كده وبينه وكومه في النص، وكتبت اول لون ريد وتاني لون يلو، بصوا كده. طيب واحد يقول لي طب انا ممكن اعمل بقى تحتيها باك جراوند ريبيت واقول له نو ريبيت. بص كده، ودي البادي كله هايت مثلا 1000 بيكسل على سبيل المثال، بقت كلها اهي. طيب انا ممكن اختصر كل ده واقول له ايه؟ اقول له باك جراوند بس اللينر جريدينت نو ريبيت في سطر واحد بس كده، تمام. طيب عايز اضيف لون تالت بلو، بقت عكه اهي، سمعتك. طيب لون رابع او خامس،
اورنج عادي بقى، ما انا براحتي. انت بتجيب انا حتتك ليه؟ لا عشان معقوله بره. ماشي، بغض النظر عن الالوان دي عشان مش مرتاح لها. تمام. فايه، فلنفترض ان احنا ناخد لونين بالايه، بالايه بقى، ار جي بي اي كوس، ار جي بي اي كوس. بص بقى كده، فقول له اول الار جي بي عباره عن ايه؟ اختصار للريد جرين بلو الفا. طيب الريد هقول له عايزه 140 كوما، الجرين عايزه 200، البلو عايزه 59، الالفا عايزه ايه؟ 1. طيب هكرر نفس اللون ده في الثانيه والقيناه ان هو اخضر، فناخد مثلا نعلي اللون الثاني نخليه ايه ده، في ايه مالك بجد والله؟ طيب عادي عادي يعني مفيش مشكله اهو. باك جراوند، باك جراوند دي نعملها لاينر، حافظها حافظها لاينر جريدينت. تمام، فاقول له هنا البادي الهايب بتاعه 100 في اتش، واقول له هنا ال ار جي بي اي الاولانيه والار جي بي اي الثانيه، واقول له اي الوان مثلا وليكن 140 على 300 كده فاهم، واحد، واكرر اللون ده هنا ويوصل للون الاخضر ده. فعلي مثلا الجرين ل 600 شويه، واخلي دي 800 شويه على 2 من. طيب ماشي، فهنخش بقى ايه، نجيب من الكالر بيكر، نجيب ايه حبه الوان كده. فانا هجيب مثلا اللون ده على سبيل المثال، او اللون ده، يعني الالوان البنفسج دي حلو، لون داكن شويه كده، ونجيبه ار جي بي اي. الار جي بي اي تحت اهو، بس ده ار جي بي بس، عايز تضيف انت القيسه فاقول له بادي هنا هايت 100 في اتش، وهقول له باك جراوند لينر عادي التكرار يعني مش شطار، مفيش مشكله. ار جي بي الاولانيه وار جي بي الثانيه، طب ده لون واحد، فهاخد بقى مثلا ايه الثانيه لون افتح شويه كده، ار جي بي اهو، ار جي بي بس. عادي ممكن اضيف انا الايه، يعني ممكن اضيف الايه، يعني ممكن اضيف الالفا، احط حرف الايه هنا واضيف هنا واحد واقول له ايه، واضيف هنا واحد واقول له ايه. طب ايه الاوزفت الالفا؟ يعني لو جيت قلت له 0.2 بتحكم في درجه ايه؟ اللون الشفافيه من الاخر. بص فخليها واحد. طيب احنا متفقين الار جي بي ايه دول ممكن اكتب بدلهم اكس اللي هي الشباك، او اكتب الريد والجرين بالارقام عادي. طيب ما كده من فوق لتحت وشكلها وحش قوي، هقول لك حاجه، انا ممكن اجي قبل اللونين واقول له ايه؟ تو رايت. ايه ده؟ فراحت من اليمين للايه؟ لليمين. اللون بادئ ايه؟ رايح لليمين. طيب بالنسبه للصفحه صح؟ تو ليفت. بالنسبه للصفحه احنا مالناش دعوه بالصفحه، احنا بنتكلم في البادي دلوقتي. بص على اللون نفسه مالناش دعوه بالحاجات اللي في الصفحه. احنا بنكتب ايه؟ باك جراوند لينر جريدينت، فبنكتب اول حاجه الدايركشن، بعد كده اللونين، وبنفصل بينهم بالايه؟ بالكوما. طيب ده كده تو ليفت، تو بوتوم لتحت. تمام واخدين بالكم؟ تمام. ممكن اقول له ايه بقى؟ هو مش فيه شمال تحت وشمال فوق زوايا؟ فاقول له ايه؟ تو رايت تو توب رايت. بقت جايه من الزاويه زي التاسك ايه بالظبط. طيب تو بوتوم رايت، شايفين فين؟ طيب تو بوتوم ليفت. تمام كده، حد عنده اي مشكله حد هنا؟ طيب قبل ما نكمل في خواص الجريدينت او التدرج الالوان، انا عايزك اعرفك على حاجه جميله قوي، وهي صاحبتي واعرفها من زمان بصراحه، حاجه اسمها الهسله، الاتش اس ال اي او الاتش اس ال بس،
والاي دي نسبه للالفا. طيب تعالى كده نعرف يعني ايه الناس الفوتوغرافرز واللي بتعدل على الانستغرام صوره على طول تعرف يعني ايه الهيو. تمام. طب يعني ايه الهيو؟ هقول لك دلوقتي الهيو هو تدرج اللون بالنسبه لالوان الطيف. دي ممكن حد يشوف المعلومه دي غلط بس دي ابسط حاجه انا ممكن ايه اعرفها لك بيها. طيب فين 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 ثانية واحدة. بيقول لك ان الهيو عبارة عن ايه بقى؟ عن هي تدرج اللون بالنسبة لايه؟ لألوان الطيف. فدي بقول لك ممكن تكون غلط بس ايه يعني ابسط حاجة ممكن اعرفك بيها. فبيقول لك you in the context of color and the graphics refer to the attribute of visible light due to which it's different from the smiler. فاهم الكلام ده كله مش عايزينه بس من الاخر كده بيجيب لك ايه تدرج اللون بالنسبه للون المشع. يعني بالنسبه بيجيب لك درجات اللون لحد ما يوصل للون المشع الاحمر لحد درجات اللون المشع الاخضر. فاهم لو انا جيت كده كتبت color picker انا عايزك تبص على ال HSL كده اللي تحت دي. بصوا هنا اول واحده اللي بتتغير بس مالكش دعوه بالاثنين التانيين. بص اول واحده بتتغير ايه لحد بص بتوصل لحد كام اخرها كام. لو عديت 360 هتجيب لك نفس الالوان على فكره بس تبدا تعيد من اول. بس انت بتبتدي من صفر لحد كام؟ قلت ايه خلاص عرفت ايه هي اليو ودي بجيب بيها الالوان ما عنديش اي مشكله. طيب تاني حاجه ايه الاس دي؟ قال لك دي صاحبي دي بقى ايه ثانيه غشها عشان مش حافظها كلمه ساتوريشن. تمام الله ينور عليك. هيو ساتوريشن التشبع. مدى تشبع اللون يعني ايه؟ يعني اللون ده شبعان احمر ولا خاسس كده احمر بهتان. لو حد بيتفرج على كرتون ابطال التايتنز كان في واحد بيمص الالوان وحش كده بيمتص الالوان. فاهم فالناس بتتفرج على الانمي. فهو التشبع ده. فلو جيت مثلا على سبيل المثال رحت لنفس الكالر بيكر او بتاع الالوان بتاعي واخترت اللون الاصفر بصوا مفيش التشبع ما تاثرش. طيب بصوا قللت منه شاف التشبع اللي بيحصل له التشبع ايه مالكش دعوه باللايت ده اللي في النص لينا دعوه باللي في الايه اللي في النص. بصوا كل ما بسحب منه اللون واتجه للرمادي بيقل. بصوا اروح لاقصى اللون بقى 100%. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تاني حاجه هي تشبع اللون احمر فاقع قوي والله احمر بيبهت 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 يبقى دي الساتوريشن. اخر حاجه ودي اللايت دي انا حافظها دي اللايت نس. يعني ايه اللايت نس؟ اللون ده سلط عليه الضوء قوي ولا اسحب منه الضوء شويه؟ لو سلطت عليه الضوء قوي هيبقى ابيض معروفه، لو سحبت منه الضوء قوي هيبقى ايه؟ اسود. تمام؟ طيب لو خليته في النص كده يعني منور عليه شويه. طيب ايه الايه بقى اللي في الاخر؟ انا يعني ممكن اكتبها بالايه ومن غير ايه؟ الايه اللي في الاخر دي عباره عن ايه؟ الفا. الالفا عباره عن ايه؟ يعني هنقول الشفافيه، خليها الشفافيه لحد ايه ما نتعمق قوي. طيب تعالى كده نفهم. طيب الهيو قلنا من صفر ل 360 صح؟ طيب الساتوريشن بالنسبه المئويه من صفر ل 100% واللايتنس نفس الكلام من صفر ل 100% والالفا من صفر لرقم 10 لحد ما توصل لواحد. طيب ممكن استفاد من تعرف ان انا ممكن الباك جراوند لاينر جريدينت بوتوم تو ليفت الكلام ده كله اخدها من بادي واحطها في الباك جراوند بتاعت الايه او ما احطهاش عادي. لا انا هنوصل للمشكله دلوقتي.
اه ماشي بس كده جميل. بص كده طيب انا ممكن اعمل حاجة تاني. تعمل ايه بقى اكتر من كده؟ اقول لك لو انا جيت مثلا على سبيل المثال تعالى قلت له ال HSL ايه بتاعي، هشيل بقى ال RGBA يا شباب واحط ايه HSLA، واول واحدة اللي هي 40 دي مثلا اخليها 980 عادي عشان يبدأ يعد من الاول مفيش مشكلة. ثاني حاجة نسبة تشبع اللون 50%، مش عايز ياخد اقصى اللون قوي بصراحة. طيب نسبة الضوء عايزها برضو 50%، مش عايزه يبقى ابيض اول ايه ولا اسود قوي، والالفا عايزها واحد. طيب ال HSLA التانية انا عايزها 180 50% 50% واحد برضو اهي HSLA. اللون بتاعي هيبقى 180 فنيجي نبص هنا حاطين اتنين سيمي كولوم ونحط هنا واحد نعمل كده. فين الغلط فين الغلط؟ اه في كوس ناقص بتاع اللينر. بص كده تمام. طيب لو جيت بقى اديته كمان ايه، لو جيت اديته بوردر راديوس انا عامل حواف. طيب واحنا متفقين ان بوردر راديوس بتاخد 0 بكسل 0 بكسل 0 بكسل 0 بكسل، اول واحده فوق، تاني واحده يمين، تالت واحده تحت، رابع واحده شمال، عقارب الساعه. يا اما تديها فوق وتحت بس، دي فوق ودي يمين وشمال، يا اما من كل النواحي وانا اقول له من كل النواحي ايه 15 بكسل. لا دي وحشه قوي، خليها 2 بكسل 5 بكسل عشان ايه الناس اتفضل. انا عايز السنتر او اللي هو الهوم والاباوت اللي في لوحدها سنتر بس لون لوحده، يعني نفس السنتر ده في لون والبطن اللي هو الواجهه اللي تحت كلها لون تاني. يعني الباك جراوند بتاعتها ما اللي هو اللون اللي هو عايز اعمل باك جراوند، يعني عايز افصل ما بينهم لون ولون، يعني مش ابيض، مش عايز الهوم ولا هوت كونتاكت لون ابيض، يعني لون لون تاني غير اللون ده كلر كلر بس. لا مش فاهم قصدي. امال ايه السنتر؟ مش بيبقى فيه في السنتر كده هوم اباوت والكونتاكت، بيبقى فيه باك جراوند تحت اللون. تمام تحت اللينك انت فاهم، انا عايز افصل اللون ده بس بقى من الناحيه الباك جراوند اللي تحت. فهموني انا فاهم، بس هي سهله في الايه تتحكم في الايه. فهموني ايوه هو عايز ايه. ممكن لو الصوره مثلا هو اللي كده تاسك من التاسك اللي انا عايز احط الصوره فين بعد كده يعمل زي ده واخد من اللون كده عليها. صح بالظبط. بيفور ايه بيفور بيفور كونتنت فاضي ويدث 100% هايت 100% بوزيشن ابسوليوت. تمام هنعملها هعملها لك. طيب ممكن اجي بقى لما اجي اعمل هنا اقول له الناف يو ال اي هوفر، بدل ما اقول له الكارسر لا انا ساعتها هقول له برضو الباك جراوند. هقول له باك جراوند نفس الكود اللي انا كتبته. تمام الباك جراوند بص لما اجي اعمل هوفر، طب ما انت كتبتها ايه، بس بدل ما اقول له تو بوتوم ليفت هقول له ايه بقى تو توب رايت ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام ولا ايه البطه الحلوه دي؟ طيب ممكن اعمل ايه، اقول له بدل بادنج 8 بكسل خليها مثلا بادنج 10 بكسل، واعمل لي بقى ايه ترانزيشن لسه ما خدناش خالص اول 0.5 سكند بس كده. بص
تمام. بس ف انا كل اللي عملته ان انا اديت لون بال HSLA وغيرته في ال HSLA الثانيه وخليته تو بوتوم ليفت يعني تحت شمال, وفي لما اعمل هوفر عليه لما حرك الماوس عليه يبقى ايه فوق يمين, فعكسته خالص. بدل ما اخد اللون ده ابدله باللون ده, فهمت؟ بصوا على الكود كده. طيب انت جبت كود ال HSLA منين ده؟ من اي كولر بيكر ميجر ات, ماشي, من اي كولر بيكر هيديك ال HSLA, او انت هتقعد تقلب في الالوان براحتك. بص اهو ال HSLA اهو, بس بيسمح لك طبعا ان انت تلعب في درجه التشبع تخليها ايه من 0% ل 100% ل 100% يعني سهل. اتفضل. ايه الفرق بين الار جي بي الار جي بي ايه بيتحكم في الريد والجرين والبلو والالفا, لكن هي بتحكم في درجه التشبع واللايتنس الاضاءه, فهمت؟ الهكس ديسيمال الهكس ديسيمال ايه شغل ديزاين. ما انت تتعلم ايه؟ لا جميل حلو تمام هنا شباب. تمام نخش بقى في ايه في حتة اتقل شوية. طيب ده التدرج الخطي. في بقى في انا بسميه عن نفسي التدرج الدائري. يعني ايه التدرج الدائري؟ فاهم احنا لو بيشينا باللغة العربية الفصحى كده هنبوس كوتس. طيب لو جيت قلت له راديال بدل لينر, لو جيت خدت بقى الباك جراوند دي الباك جراوند دي كلها شباب وجيت حطيتها في البادي, فين بادي 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 اهو كده. طيب وغيرت مثلا غيرت الالوان شويه عشان الدنيا تظبط. طيب وانا مش منصع اعرف منين تجرب الالوان, انا هجرب وخلاص. جربه خلاص لحد ما هتظبطها في مره. بصوا كده ده بوتوم ليفت. طيب لو جيت بدل قلت له لاينر قلت له راديال وشلت بدل بوتوم بوتوم ليفت دي وحطيت لونين بس, بصوا كده من النص. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك حاجه. الفرق بين اللاينر والراديال, انا قلت لكم اللاينر بيمشي على هيئه خطوط. طيب الراديال بيمشي على هيئه ايه؟ دوائر. تمام يا شباب. الراديال بيمشي على هيئه ايه؟ دوائر, ضربه شعاع وبتتدرج بتتدرج بتتدرج, تمام, زي الثقب الاسود والمجرات والكلام ده كده, تحس ان هي دايره وايه بيتدرج منها الوان كذلك هنا, تمام. طيب هتقول لي وانا ممكن استفاد منها في ايه؟ اقول لك تستفيد منها كتير. لو انا شلت بقى ال HSLA الهسلة وشلت الهسلة من هنا وحطيتها بس بلاك وجري, يبقى اللون اللي بره هو اللي بيتكتب اخر واحد, فانا خليه بليك بلاك وجري. بصوا كده, مش دي اللي احنا بنعملها في الفوتوشوب تشد الجريدينت وبتاع, فاهم؟ ايوه انا عايز بس هو انا الفوتوشوب مين خد منه الالوان. طب انا بعمل كل حاجه بس سي اس اس, استخدم فوتوشوب ليه؟ قصدي مثلا في مثلا شكل مثلا عايز اعمله اعمله بالسي اس اس, ما هو مش دي الجريدينت اللي في الفوتوشوب. طيب وينفع تاخد اكتر من كولر؟ بص عكه اهو ادس بلاك ايش هذا؟ تمام يا شباب. فهي على هيئه ايه؟ دوائر. بيقول لك بقى ان هي مش بتاخد اللونين بس, دي بتاخد كمان حاجه قبل اللونين اسمها اللي تشيب سايز اد بوزيشن, يعني الشكل حجم الشكل في الايه في البتنجانه وكده, يعني فاهم؟ هنفهم الكلام ده يعني ايه. الكلام ده لو انا جيت قلت له بدل الشيب سايز اب بوزيشن دي قلت له انا عايزها سيركل شيب, بصوا سيركليت قوي يعني دوائر كمان يا شباب. طب ممكن نركز هنا. طيب ونسيبنا من التطبيق دلوقتي, انا بسيبكم تطبقوا فنركز. ممكن اقول له جراي بنسبه 10% والريد بنسبه 20 بس في المية, تمام, والبلاك بنسبه كده تقول 70 اخليه 60%. بصوا بلعب في النسب.
تمام. والاورنج كمان بقى لي 10%، خليت اورنج وكده كده واخد 10%. بص فبقدر ان انا جنب كل لون اكتب البرسنتج او نسبه مئويه وهياخد قد ايه، وفي الاول ادي له الشكل. يعني ايه ادي له الشكل؟ هقول لك في ديفرنت سايز كي ووردز، يعني في بدل ما انا اعمل الشكل اقول له سيركل واخد كذا و20% و30%. قال لك في طرق كده جميله قوي بتحكم فيها عباره عن كلمه بس او كي وورد. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا بقى جيت هنا قلت له ناخد الالوان اللي احنا كنا كاتبينها اللي هي ال HSLA، او خلينا في الجري والبلاك بس عشان تبقى الموضوع واضح بالنسبه لنا كده، طبعا اللونين واضحين. تمام. طيب لو جيت بقى هنا قلت له انا مش عارف، انا هقولها لكم زي ما انا متعلمها بالظبط عشان احفظها كده، هي ليها اكتر من معنى بس يعني هنعتبرها بالطريقه دي احسن. هقول له انا عايز قبل الجري والبلاك في كلمه هضيفها كده. قال لي ايه الكلمه دي؟ فكلمه معناها ان انا هقول له الكلوز سيت سايد. كلوزت يعني الاقرب، سايد الجانب، معناها الجانب الاقرب ليا. طب ايه ما فيش اي حاجه اتغيرت؟ ما اقول لك انت بتقول له كلوز سيت سايد وتاخد سبيس وتقول له مثلا 10% ل 20%. احنا عملنا ايه؟ انا وحش يعني ولا مش فاهم؟ دي بتستعمل في الريديال معلش بس هي كانت مراكة شوية. لا لا تمام. اهي. طيب نخليها ريد وبلاك ونفهم ايه الجانب الاقرب. انت قلت لي كلوز سيت سايد سيت ات، نسينا كلمة ات. كلوز سيت سايد يعني الجانب الاقرب في 60% ل 55%. يعني ايه الكلام ده؟ لو خليت اول واحد 0% ايه ده، ايه اللي حصل؟ طب 100% 60 50 70 80 90 ها تروح السايد يمين. تمام. طيب 0 10 بصوا كده هي فين، 20 30 40 تدرجها من الشمال لليمين بالظبط، 50 60 70 80. طيب 50 في النص عادي. طيب لو انا بقى جيت غيرت في دي 5% اكيد مش محتاج اقول لكم. يعني هو انا ممكن اخليها تتحرك مع الماوس؟ عادي. ان انا ممكن يعني الكتابه تكون مكتوبه بالاسود وانا احرك الماوس تبقى شعاع عليه كده صح؟ ما تفكرش تاني. لا هي حلوه بس مش وقتها، يعني ساعتها نعملها بجافا سكريبت. بص كده، فدي التدرج بالنسبة للجوانب من فوق وتحت. انا فاهمها كده، بقول ان انا بلعب في الجوانب بتاعتها من فوق لتحت، وكل ما طلعها بتضغط وتحت بتضغط شمال بتضغط وكده. فده الكلوست سايد الجانب الاقرب في 50% 50% يجيبها لي في النص. هتختلف مساحة الجهاز مثلا لو انا عامل الشاشة؟ بس 50% 50 انا قلت لك الفرق بين 100 والبكسل ايه؟ تمام؟ ال 100 مهما زادت الشاشة بتزيد معاها بالظبط كده. عدد الكرسي متقابل. طيب طالما الكلوزت هي الاقرب او الجانب الاقرب ليها، طب لو قلت له بقى ايه كلوزت سايت، هقول له فور ست يعني الايه الجانب الايه كلوزت الاقرب، يبقى فور ست ايه فور جاي من فور بعيد، يبقى الجانب الايه الابعد. تقول لي طب حركها لي كده وفهمني. 0% 10 20 30 بيسطب مكانه
تتحرك بس بصوا هقول لك حاجه. شوف انت لما اتحرك واضغط نفسي ده الكلوزيت، اما فورسيت انا واقف في مكاني وبمد ايدي بتنطع كده فاهم. بص كده طيب، ده بالنسبه لليمين والشمال. لو قلت له بقى دي 0%، بص هتجيلي فين، وده اللي احنا عايزينه في الايه، في الديزاين بتاعنا. طيب يبقى 10% 20، بصوا تتمطع تحت ايه 30 لحد ما تنزل 100% تحت خالص. طيب يبقى اذا القيمه الثانيه هي عباره عن الفوق والايه والتحت، والقيمه الاولانيه شمال وايه. ده بالنسبه للجوانب، الفورست بتمد جوانبها للابعد، الكلوزيت بتروح بجوانبها الاقرب فبتضغط نفسها. يبقى الفورست بص لو قلت له 100% و100% بصوا هتيجي فين، هنا. طب قلت له كلوز ست بصوا كده اختفت. ليه؟ لان انا قلت له هنا 50 مثلا وهنا 40، بصوا بتضغط نفسها ايه لفوق. فهمتوا شباب؟ طيب طب لو جيت هنا بقى استغليت الراديال جريدنت ال HSLA وال HSLA دول وقلت له 4 6 سايد 8 50% و100%. بصوا كده 50% دي في النص بالنسبه ليمين وشمال، و100% دي تحت خالص. طب قلت له 0% روح الزاويه بتاعت الشمال، طب الزاويه بتاعت اليمين 100% وتحت 100%، طب فوق خالص في اليمين. يبقى اول قيمه دي شمال ويمين، وتاني قيمه فوق وايه وتحت. ف0% معناها تلزق ايه فوق خالص، 100% هتبدا ايه تحت خالص. القيمه الاولانيه 0% معناها ايه شمال، معناها 100% معناها ايه يمين، 60 دي يمين ومش عارف ايه، وتفضل ايه تلعب في الالوان. فهمت اول فورست سايد والكلوزد سايد. طيب زي ما في سايد بالنسبه للجوانب، تعال نجربها كده بالنسبه نقول كورنر. بتمتد بالنسبه للجوانب، بصوا كده دي سايد ودي كورنر، دي سايد الجوانب ودي كورنر، بمعنى اصح زي ما انا حافظها بتمدد الزوايا بتاعتها تمام، او بتتحكم في الزوايا بتاعتها بالنسبه لفوق وتحت وبالنسبه لشمال ويمين تمام. وزي ما في فورست في فورست كورنر وفي كلوز سيت كورنر، وفي فورست سايد وفي كلوز سيت سايد تمام. يعني لو جينا عملناها كده في كومنت وعملنا كده فقلنا ايه التحكم في الجوانب الاقرب، وهحط كلمه بالضغط، مع ان الكلمه دي غلط اللي هو كانك بتضغط، يعني هي مجرد كلمه تذكيريه مش اكتر. طيب في الجوانب الابعد بالتمدد، محدش دلوقتي يسألني اعمل الباك جراوند ازاي. طيب ايه الزوايا، الزوايا بص كده وركز في الكود، ولو حاجه مش فاهمها ايه قول. تخيل ان انا ممكن اخد لون من الالوان دي ال HSLA الثانيه مثلا، واجي في الزرار الزراير دي وبقول له بدل اللاينر اقول له راديال. ممكن اعمل معاه فيرا ديست كامل اهو، واعمل كده وهضيف لون تالت او لون بينهم هما الاثنين تمام، واقول له فور ست، اكتب فور تي اتش تمام، واعمل ست ات 100% مثلا من الشمال يمين و0% من فوق وتحت.
مش شايفها معلش. ماشي معلش انا اسف. انا صح. اقول لك المشكله فين دلوقتي. فين السايد او الكورنر يا شباب؟ اقول له 0% من فوق وتحت، من يمين وشمال، و 0% من هنا، بعد جاي من ايه مثلا، او 100% من هنا كده، ونيجي هنا، نيجي هنا، نيجي هنا، ناخد تاني HSLA ونخليها بدل التالتة مثلا. تمام هنا؟ شايفين تدرج الالوان شباب؟ شايفين الزراير عامله ازاي؟ حد عنده اي مشكله حد هنا؟ معلش ايه حته الزراير؟ الزرار شكل الزراير دي بقى كده ازاي؟ عملت الريديال جريدنت فورست كورنر ات وحطيت 3 اتش اس ال اي ولعبت في اللايتنس ومدى التشبع بتاعها. بص وخلي التاني اقل شويه، وخلي التاني ايه ابسط شويه التشبع بتاعه 20%. بص كده اول رقم ده قوه اللون، اول رقم ده اللون، تاني رقم التشبع، تالت رقم ده اللايتنس الاضاءه. حد عنده اي مشكله حد هنا شباب؟ ركزوا كده في الكود ودقيقة بالظبط ونكمل. ايه؟ ممكن انا اعمل ايه بقى؟ بص كده اللون بينط من لون للون، امال انا جاي اعمل ايه؟ بصوا كده يا شباب، اخد الناف يو ال ال اي دي واقول له بيفور واشيل منها باك جراوند اصلا واخليها ايه من غير باك جراوند، واخليها الباك جراوند دي في بيفور تمام، واديها كونتنت فاضي كده. طيب وقول له هنا ايه الويتس 100% والهايت 100% البوزيشن ابسوليوت. ابسوليوت بالنسبه للصفحه، ركزوا هنا وسيبوا اللابات دلوقتي. ابسوليوت بالنسبه للصفحه، فهم رايح للاب اللي هو الايه العادي اللي ما فيهوش بيفور واقول له بوزيشن ايه ريلاتيف. هتقول لي ايه ده يا عم ايه العك ده؟ هقول لك بص بقى، لما اقول له زد اندكس واحد، انتوا لسه ما خدتوش الزد اندكس؟ لا انا بقول انتوا لسه ما خدتوهاش. والزد اندكس بتاع البيفور مثلا فلنفترض اخليه واحد سالب واحد تمام، واقول لها وليكن مثلا على سبيل المثال مارجن من كل الاتجاهات 10 بكسل
بالطريقة دي text align center. ماشي يبقى ممكن نخليها هنا السنتر مثلا. واقول له ايه تاني؟ خلاص ماشي اقول له ايه تاني مثلا؟ على سبيل المثال اقول له الاوباسايتي صفر. تمام؟ الاوباسايتي صفر. واجيب اللون ده هنا. ودي البيفور الاوباسايتي صفر. لما اجي اعمل هوفر بقى, لما اجي اعمل هوفر هقول له اعمل لي هوفر على الايه؟ على البيفور, وخلي لي الاوباسايتي واحد. هتظهر لك بالشكل ده. فاقول له ترانزيشن. انا بجرب معاكم يعني, فاهم؟ لا بس بفهم بس المخرج. طب اصبر ثانية بس, انا نجرب دي ويعني نجرب مع بعض ونشوف النتيجة. قول 0.3 سكند. تمام. اقول له لينر. بص كده. تمام. واشيل البادنج كمان واقول له هنا بقى الخاصية اللي احنا اتعلمناها عشان نشيل الزيادات. اوفرفلو. تمام. طيب هيجي كده واقول له ليفت صفر, توب صفر. تمام يا شباب. واقول له بوردر ريديوس 5 بكسل, بقت زي التانية. طيب وقول له لما اجي اعمل هوفر على الاي العادية نيف يو ال ال اي اي هوفر على الاي العادية, خلي لي الباك جراوند اللي انا حطيتها نون او ترانسبيرنت شفافة, فالقديمة هتختفي ويظهر ايه بطريقة ايه شيك. شايفين الالوان بتتغير ازاي؟ تمام. بصوا كده. ممكن اقلل الويتس بتاعها شويه, اخليه 90%. 90% شايفين شكل السيري دي اللي بيظهر؟ بصوا بيرجع ازاي تاني عادي, بيرجع بلينر كده بصاحبه. تمام. ما استخدمتش حاجه انا ما شرحتهاش غير بس الزد اندكس. تمام. والاوباسايتي انا شرحت الاوباسايتي الشفافيه اللي هي من 0.1 0.2 لحد ما توصل لواحد. الاوباسايتي معناها الشفافيه. تمام. لكن ما فيش حاجه هنا ما استخدمتهاش. بقول له لما تيجي تعمل هافر على البيفور اهو. لما اجي اعمل هافر اعمل تاثير على البيفور. هو اثر الاثنين مع بعض بالظبط. لما اعمل هافر على الايه اثر على البيفور, لما اضربك واحد تاني يتاثر, فاهم؟ وبان البيفور عنصر زائف ومنسوب ابن للايه, يعني انا قلت له ايه بيفور فهيتنسب للايه, فلو انا اديت للايه الاب بوزيشن ريلاتيف والابن بوزيشن ابسوليوت فهيمسك ويحجمه على قد زرار بالظبط. تمام. حد عنده اي مشكله لحد هنا شباب؟ في اي مشكله لحد هنا؟ ناخد حاجه اخيره بقى تضيف لنا جامد جدا. تمام. بس عندي اتفضل. طب لو بيفور دي عملناها افتر اللي هيحصل؟ هيتضاف بعد العنصر بدل قبل. ينفع اعملها كده او كده, وبدل ليفت زيرو وتوب زيرو هتبقى رايت زيرو وتوب زيرو.
طيب يلا شباب سيبوا اللابات ونركز في النقطه دي. ايه لا بعد بعد العنصر يبقى بعد ولا قبل؟ انت لو تسيب اللاب وكلكم لو تسيبوا اللاب وتركزوا هتفهموا. لو انا جيت هنا قلت له ايمج بيفور كونتنت هلو مثلا هات البروجيكتور يمين شويه باك جراوند ريد مارجن الايمج من كل اللي لخبطوني للماي ايمج للكلاس ماي ايمج راحت فين؟ كونتنت شيل الويتس 100% وشيل الهايت 100% وسيب لي دي وقلت له الكالر هنا سنو. البيفور ظهر فين؟ هنا. طب لو قلت له افتر بعد العنصر بيفور قبل العنصر افتر بعد العنصر ممكن اقول له بقى ايه لما اجي اعمل هافر على الافتر فهد يقول لي ما اشتغلتش ليه عشان انت ما كريتش الافتر الاول هو فين هيعمل هافر على ايه هنا فكريت الايه الافتر الاول وبعد كده اعمل عليه الهافر اهو لما اجي اعمل عليه هافر بقى خلي لي الباك جراوند وليكن بلاش باك جراوند هناخد الخاصيه بتاعتنا على طول اول خاصيه اسمها ايه التكست شادو بتاخد 1 بكسل 1 بكسل 1 بكسل ولون طيب ايه ال1 بكسل اول 1 بكسل لو جربناها كده خليها في العاديه بلاش في الهافر لو جربناها هتبقى اول بصوا كده زود ال10 بكسل الاولانيه دي اخليها 20 30 يمين اول واحده بتروح ايه طيب لو خليتها بالسالب شمال طيب تاني خاصيه لو قلت له 10 20 طيب بالسالب طيب ثالث خاصيه لو قلت له 10 2 الشفافيه البلور تندمج قد ايه طب بالسالب لا مفيش بالسالب بقى مش هنهبط هتجش مفيش بالسالب طيب ده اللون بتاعها ممكن اخليه ريد زيها واخلي اول خاصيه صفر وتاني خاصيه صفر بس هنا الشادو جاي لايه يا شباب الشادو جاي لايه الشادو خاص بايه الجانب اللي حواليه التكست بالتكست ولا بالمربع كله يبقى خاصية اسمها ايه؟ طب لو قلت له بوكس شادو 20 بكسل 20 بكسل او 10 بكسل وصفر بكسل ريد البوكس هنا خاصة بايه؟ خاصة بايه؟ بالصندوق نفسه بالإليمنت يعني انا ممكن اخد اطبق ده كده على ايه على الزراير بتاعتي على البيفور والافتر ولا الزرار نفسه الزرار نفسه
اهو صفر بيكسل صفر بيكسل. واللون ممكن اديه بال HSL هنا بالهسلة او باي حاجة. اه. واخليه مثلا اكو. حلوة دي. اكو. ده شغل فينوس الليد ده. اه تمام بس كده. طب الصوره اللي احنا كنا مالها؟ كان في مثلثات كده. لا سيبك من المثلثات، ما تعمليش مثلثات. هفتح التاسك برضه عشان يبقى متسجل في الفيديو ويبقى الفيديو هي شاهد علينا. هو تبعت في الديسكريبشن؟ لا اه ماشي حاضر. شوية واحد اتفضل. اول ناخد في اسبوع شفت السنتر اللي في ده انا عايز افصله عن البانك لوحه بالبوكس شادو. بالبوكس شادو بالظبط. ادي ايه شباب شباب، لو انا عندي البوكس او الزرار على نفس لون الخلفيه، لو اديته باك جراوند بلاك مش هيفصل بينهم؟ لو انا عندي على سبيل المثال على سبيل المثال انا عندي الناف تمام واخد باك جراوند مثلا جري، بصوا فاقول له ويتس 100% بلاش مارجن ليفت وبوتوم خالص بالطريقه دي كده ولا توب حتى، خلي لي ماشي وخلي لي الهايت 100 بيكسل فظيعه دي 50 بيكسل 30 بيكسل 40 بيكسل. والباك جراوند بتاعتها نفس الباك جراوند بتاعت ايه البادي. فنبص كده طب انا ميز بينهم ازاي اللونين داخلين في بعض قوي، فقول له ايه بوكس شادو 10 بيكسل او 0 بيكسل 0 بيكسل 4 بيكسل او 3 بيكسل بلاك مثلا. بص فصلت تعرف الفرق بين الناف والتحت يعني بالظبط كده. الله ينور عليا. حد عنده اي مشكله حد هنا؟ اه نفتح السوق. هات تبداوا باني تاسك ده ولا ده؟ لا والله تاني تاني تاني. طب انتوا عارفين هتعملوا الايكونز ازاي؟ دي ايمجز. لا مش ايمجز. ممكن يكتب ايكونز على تمام تمام لحد هنا. طيب نبتدي بده خلاص. نبتدي بده. الايكونز هتعملها ازاي؟ هتخش كده على جوجل وتكتب فونت اوسوم. هتخش هتلاقي كلمة free download. بعد ما هتحمله بعد ما هتحمله هتخش هتلاقي ملف مضغوط كده اسمه فونت اوسوم فري. تمام كله يركز في النقطة دي عشان اللي هيجي يسألني فيها بعد كده حرفيا مش هجاوبه فيها لان هي اسهل حاجة والناس بتتوه فيها. طيب حملته وعملت له فك الضغط زي ما انتوا جبتوا لي الضغط ولقيت فولدر هنا هو اسمه فونت اوسوم ونفس سبحان الله الصدفه تشاء انه اسمه نفس اسم الملف الثاني. فادخل عليه باتنين كليك فلاقي سي اس اس جي اس لس ميديا. انا مش عايز اي حاجه، انا مش عايز اي حاجه غير سي اس اس. خش عليها واخد الراجل اللي اسمه اول دوت سي اس اس كوبي واروح احطه فين؟ في الفولدر بتاع الشغل بتاعي اللي هو ويدنس ده. فانا حطيته هنا بره جنب ملفات سي اس اس. طيب ومحتاج ايه تاني؟ محتاج الفولدر اللي هيشغل لي كل ده عشان هو بيرسم بالسي اس اس فمحتاج خطوط. ففي حاجه اسمها ايه بقى؟ جوه كده دخلت جوه الفولدر في حاجه اسمها ويب فونت. فاخدها كوبي الفولدر كله بقى واحطه في نفس المكان اللي فيه ايه؟ الاولد دوت سي اس اس.
دخلت على الاولد دول سيس از بن ادمين، نزلت في الاخر تحت لقيته بيستدعي ملفات، فبيقول لي يا ملفات انا هقول دوت دوت، ارجع خطوه لورا وانادي الراجل اللي اسمه ويب فونتس بالعقل كده. هو واقف هنا، لو رجع خطوه لورا عشان ينادي الويب فونتس هيرجع فين؟ ورا خالص هنا، وده ما ينفعش. يبقى الحل ايه؟ يا اما اخش اغيرها من كل السي اس اس في الملف ده، يا اما اعمل فولدر جديد اسميه مثلا مين، اسميه ستايل، واحط جواه ايه؟ الاولد دوت سي اس اس. فهو واقف هنا، رجع خطوه لورا عشان يستدعي الويب فونتس، لقى الايه بقى؟ الويب فونتس في وشه، فاستدعاها. طيب هو ممكن ستايل سي اس اس احطها في الستايل عادي، يعني مفيش مشكله، فبقى ويب فونتس وايه؟ وممكن احجم الموضوع اكتر واخش هنا اقول سي اس اس واحط فيها ملفات سي اس اس. طب كده هو يرجع خطوه لورا مش هيلاقي الويب فونتس، او واخد الويب فونتس حطيتها في الايه؟ في الستايل معاه. فبقى ايه ده؟ لا في الستايل بس. فبقى ايه؟ جوه الستايل، يخش على السي اس اس، هو واقف هنا رجع خطوه لورا بقى فين؟ في الستايل، لقى الايه؟ الويب فونت، خد منها. طب انا كده عرفت ازاي بقى اجيب ايقونات. لو دخلت هنا على ال HTML هقول له لينك ريلي ستايل شيت، خش لي بقى جوه ايه؟ فولدر الستايل، خش جواه على السي اس اس، خش هات الاولد دوت سي اس اس، خش هنا على الستايل العادي سلاش سي اس اس سلاش ستايلي دوت سي اس اس او ستايل، يجيب الاثنين يعني؟ اه ما حصلش اي حاجه والدنيا شغاله تمام، وانا راجل محترم وجميل الحمد لله. جه هنا لقيت اه مستدعي الاثنين، هيستدعي الاثنين دلوقتي، هيستدعيهم مستدعيهم. أمورك شوية. طب ده محرج جدا. ها ايه ده؟ هيستدعي دلوقتي، يستدعي هو بس يزعل عليه. ما انت شغال على الستايل دوت سي اس اس. لكن اول دوت سي اس اس ده بتاع الايقونات اللي هنستدعي بيه الايقونات يا شباب، الملف اللي احنا محملينه من مكتبه الفونت اوسوم. ايه الايقونات دي بتحطها في الاتش تي ام ال، فنيجي كده نشوف في الهيد اول دوت سي اس اس اهو شغال. الايقونات دي بقى استدعيها ازاي؟ اخش اعمل ايه؟ قلت لك هتخش على موقع الفونت اوسوم. هتدوس ستارت فور فري وتحمله، وبعد كده تدوس على كلمه ايه؟ ايكونز. ركزوا هنا عشان اللي مش هيلاقيه مستدعي ايكون او داخل يستدعي بيستدعيها ازاي؟ فخش على كلمه ايكونز هيجيب لك بقى ايه؟ كل الايقونات اللي انت عايزها. طيب هو بيستدعي، انا اقول لك طبيعه الايقونات بتستدعيها ازاي. بيجيب وسم ان لاين سواء اسبان اي ايه اي وسم ان لاين وليكن ابسطهم الاي، ويسيبه فاضي ويخش يجيب يقول له كلاس ويحط اسم الايكون في الكلاس فيستدعيها جوه الايه؟ لان هو شغال بالبيفور والافتر وشغال كده، فيقول لك في ايقونات قد كده انت عايز اني، فانا مثلا عايز الايكون دي فدوس عليها كليك مش هتتحمل. هيقول لك تستدعيها ازاي؟ كاتب لك كود HTML تكتبه جنب التكست مش جنب العنصر، ما حدش يجي يكتب لي الايكون قبل الايه فيظهر الايكون بره الايه، يعني ما ادوس على الايكون توديني لينك الايكون تبقى منفصل عن الزرار اصلا، لا انا عايز ايه؟ ادوس على الايكون توديني اللينك زي ما كنت بحط الايمج جوه الايه؟ اللينك، فبحط الايكون جوه الايه؟ اللينك جنب كلمه هوم، فعايز دي فقال لي دوس كوبي هنا عشان تاخدها. كتبت بصوا كده نفس الكود اللي انا كاتبه بس معاه ده في الكلاس كاتب ايه؟ اف اي اس، اف اي اسم الايكون وساعات اف اي بي، اف اي اسم الايكون. نشوف كده اوه اي خدمه. طيب اسم ايكون تاني كلمه ادرس بوك دي اكتب مثلا هوم، في ايكون اسمها هوم اه اشتغلت اهي.
تمام. ففي بعض الايكونز فهو ثابت معاك في كله في اي اف اس اف اي داش هوم. في بعض الايكونز هتلاقي اف اي بي فانت اختصر الايكون اللي تعجبك خش دوس عليها كليك وخد الايه الكود كوبي. ممكن اشيل كلمه هوم اصلا واسيب الايكون بس. وانا الثقه بقى بالسي اس اس بقى ايه ازاي بقى باشمهندس شلت الكلمه وحطيت الاي في السي اس اس هتنسقها ازاي؟ بدل ما انت عامل الستايل على على بدل ما انت يعني مثلا انت عامل ستايل هنا على الايه انا عندي سؤال بس انت عامل الستايل على الايه تمام فتقوم داخل تقول له انا عايز ناف اللي جواها ال اي اليو ال اللي جواها ال اي اللي جواها ايه الاي اللي جواها تمام عايز اديها كولر ريد ماشي انا عارف دي بس انا بتكلم في نقطه ثانيه. طب انا عندي كذا واحده عندك كذا واحده كذا واحده فعايز اديها باسم كلاس عادي تيجي هنا جنبيها هنا لا لا جنبيها هنا تديها كلاس مثلا ايه ايكو 1 تمام بس ده اللي اقصده بس مش اكتر عشان مش هكتب وهكتب كل ده بالسبيس خلاص بتاخد اسم الايكون وكمان اسم انا بقى هحطه عشان ما هو انت كل سبيس بيفصل بكلاس جديد بالظبط تمام. فاجي هنا اقول له ايه بقى يعني ممكن اكتب دوت فاس مثلا لا دوت فيس دي هو تنسيق عمله ما تلعبش فيه ادي له انت انا اديته ايكو 1 دلوقتي اه بص اقول له دلوقتي ايه دوت ايكو 1 اشتغلت على دي اهي اه البيدس دي النقطه مش عايزين نجاوب بص بقى لما اديها تكست شادو تعرف النقطه ضعف التكست شادو ده جامد قوي البطه البهار لحد انت ايه ده البطه الحلوه دي تعملها كوبي وتحطها في الكود بن بقى عشان نقعد نجرب عليها مفيش الكلام ده الكود ده مش هينزل الليسون بس اللي هينزل بس خلاص نقفل بقى شفناه خلاص